معنا اليوم واحد من المغاربة اللي مشرفينا في أوروبا وعلى الخصوص في السويد. يمكن قلال الناس اللي تعرفوك، ولكن اليوم احنا غادي نعرفوا الناس بك. سي سعيد ويليام ليغوي، هذا الاسم ديالك كامل، ولكن الشيء الاخر غنخليك انت تقول للناس شكون هو سعيد. انا سميتي سعيد ويليام ليغوي، انا خلق في السويد غاتنبوري وساكن في ستوكهولم في عاصمه، والحمد لله مغربي ودمي مغربي وقلبي مغربي، واخا خلق هناك انا مغربي وريبريزنت مغرب وخدام بالفيلم تياتر سكريبت رايتر وخدام مع سلاطان ابراهيموفيتش بالاف سي ابرا، والحمد لله دابا وليت كنرجع لبلادي باش نحاولوا نديروا شي حاجه مزيان في البلاد ونريبريزنت المغرب. هادشي اللي كاين الحمد لله. سعيد، انا مني سمعت الناس اللي تعرفوك تعاودوا لي عليك، يعني سعيد عنده شهره كبيره في السويد، يعني انت يقدر نقوله بحال زلاطان ابراهيموفيتش، بحال برولين ديال الكره، بحال يعني من الناس اللي معروفين ومشهورين في السويد. كيفاش تجرت هذه الشهره سعيد؟ دابا زلاطان ابراهيموفيتش شي حاجه ثانيه، ولكن كاين الله الحمد لله، وانا ماشي مشهور بحاله، ولكن درت بلاصتي الحمد لله وصبرنا بزاف ودرنا فلام كبار. خدمت مع واحد ديريكتور من بريكنج باد في امريكا، خدمت واحد سيناريو وهو عاوننا ودار هذاك الفيلم، كان ديريكتور وولات هذاك الفيلم مشهوره، كنت انا ممثل فيها، ودائما فنت كنحاول ندير سيناريو كنحاول ندخل المغرب في هذاك الشيء، باش دائما المغرب مغرب مغرب باش مغربي تسمع دائما. في هذاك البدايه فنت بديت بالفيلم هذيك الاولى خمسة سنين كنت دائما مافيا شفار ارهابي، دائما مغرب خصو يكون هكا، ولكن هذاك الشيء اللي كنحاول نحيد نورو حنا مغاربه نقدروا نضحكوا وحنا مزيانين. ودابا الحمد لله اول اجنبي في السويد لعبت البوليسي، وهذيك اللي فتحت لي الباب دابا، وليت كندير افلام فرحان نولي كنلعب بوليسي اوباما، درت واحد فيلم لعبت بريسيدنت اوباما، وكل شيء داز زين الحمد لله. سعيد، تقدر تعطينا يعني الاسماء ديال بعض الافلام السميات ديالهم باش الناس يقدر يدخلوا مثلا انترنت يشوفوهم ويشوفوا سعيد شنو تيدي؟ انا عندي فان بيج ديالي ولا جوجل سعيد ويليام ليغوي، وكاين عندي ويب سايت ديالي هناك، فيلم اللي مشهور هاميلتون دو، لعبت واحد هيتمان واحد قتال، ولعبت ذا بريتش ولات مشهوره في عالم كل شيء بممثلين كبار، لعبت بوليسي هناك انسبكتور ذا بريتش برون يعني ذا بريتش، ولعبت واحد فيلم ثاني سميتها مورغان بولسون، هناك لعبت عسكري في اردن أردن والسويد، ولعبت عربية ديال أردنية كل عالم بفكر أنت ميت بارك. سعيد، علاقتك بزلاطان ابراهيموفيتش علاقه كبيره، نقدروا نشوفوا ابرا هنايا خصوصا انه انت معاه في واحد لاسوسياسيون اللي سميتها اف سي ابرا، واش نقدروا نشوفوا ابرا هنايا؟ كاين شي مشروع ديال انه يجي ابراهيموفيتش المغرب بزياره خاصه؟ ان شاء الله ان شاء الله اللي كتب الله. اول البارح كنا انا نور الدين هنا في ستاديوم دو مراكش. اسمح لي سعيد، بعدا نور الدين حتى هو من المغاربه اللي مشرفينا في فرنسا، الان دخل باش يدير شركه، وانت وياه في الاكس هيم هي الشركه ديال سي نور الدين، انت وياه يمكن كتوجدوا باش انه تكون شي ايفينمون اللي يجي فيه ابراهيموفيتش المغرب. كاينه افكتيفمون، تلاقينا مع ابراهيموفيتش وهضرنا على شي بروجي ان شاء الله يكون هنا في المغرب جهه شهر 4 ان شاء الله مع اف سي ابرا، فين كان اللي مكلفني سعيد ويليام،
وكنتمناو ان شاء الله نجيبوا لي لعبه من السويد ولا من العالم باش يديروا شي حاجه كاريكاتيف وسوسيال هنا في المغرب ونديروا شي كومون ابل سا نديروا الماتش دو غالا يكون زوين ان شاء الله ومع بيان سور مع لا فورماسيون ديالنا مع اكسيم اللي فيكم دابا جايين دابا الاكسيم عندنا ومرحبا بكم ونتمنوا ان شاء الله نديروا شي حاجه زوينه مع سعيد وسعيد ان شاء الله غادي يحل لنا البيبان كاملين من طريق ابراهيموفيتش ومن السويد باش نديروا شي غالا زوين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هضرت مع سلطان على هذه القضيه وعجبوا الحال وسول كي دايره دابا الوقت به هو متبع بي اس كي والوقت وهذاك الشيء واللي كيسمع الاخبار ومتابع هو لي بريسيدنت ديال اف سي برا انا عاود لكم شويه اف سي برا شنو اف سي برا واحد الفرقه كي كنديروا فوتسال سوكر اندور واش كنديروا مزال كنمشيو لمدرسات نمشيو للدراري الصغار باش ما يشدوش طريق خايبه حنا كنحاولوا نجروا معنا على سلاطان هما كلش كيحلموا حنا بغينا نشوف سلاطان هكا كنحاولوا ندخلهم باش يجبروا طريق زوينه بالكوره يجبروا طريق زوينه بايفنت كنحاولوا نديروا الخير ليهم واخا خدام فابور بهذا الشيء ولكن انا دمي كوره انا كبرت بكوره وكنت علين كنت بروفيشنال وضربني كسيده اللي فات مات دابا كلشي بخير ممثل وكنحاول دابا بهذاك الشيء ندير الخير في هذاك الشيء ديال الدراري ونطلعوا نعطيوا الفكره جديده للناس الفكره الجديده للدراري باش يكون عندهم شي حاجه في المستقبل ديالهم اللي كيتبع الكره وسبورت وانا هضرت مع سلطان اول البارح وقال لنا مزيان هادشي اللي تديروا الا درتوها في مراكش تولي مزيان هكا اللي كنبغي سعيد وما عندي ما نسالك تبارك الله عليك والحمد لله كل شيء زين كل شيء يفرج الله شهر 4 نجيو من السويد نجيب معايا الدراري ديالي ونديروا شي حاجه باش نخلو بلاصتنا نقيه وزوينه في المغرب ريبريزنت ماروك